إذا ما تحدثنا عن مشكلة النازحين يعني هي مسؤولية مشتركة تتحملها يتحملها في المقام الأول مكتب الأوتشا التابع للأمم المتحدة الذي إلى عهد قريب كان يقدم إحصائيات مغلوطة بأعداد النازحين. نحن نتحدث عن 4,800,000 نازح، الغالبية العظمى بحدود 60 أو 70% منهم في المناطق الشرعية، والآخرون بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية. الصورة التي كان يقدمها مكتب الأوتشا أنه الغالبية الكبيرة كانت لدى الحوثي بحكم أنه يسيطر على غالبية يعني على مدن فيها كثافة سكانية. هذه الإحصائية هي التي عملت على توجيه الدعم الأكبر للميليشيا، يعني المساعدات الكبيرة. الآن الوحدة التنفيذية والحكومة أعتقد أنه بصدد تصحيح هذه الصورة، وهي يعني نحن نتحدث الآن عن 2 مليون، قرابة 2,800,000 نازح ينتشرون في مناطق سيطرة وأهمها مدن مثل مأرب. الاكتظاظ السكاني الكبير والمعاناة اللي يعانيها النازحين يعني عملت جملة من المشاكل. النقطة المهم هي ترشيد وعمل، يعني نحن الآن بحاجة إلى برامج تنموية تقدم للاستدامة وليست كمنح عاجلة تذهب بانتهاء الدعم المقدم لها. ولاحظنا أنه في السنتين أو 3 سنوات الأخيرة كان في عزوف لبعض الدول عن تقديم المساعدات.